عروض التجارة قلنا ما عرض بقصد التجارة، أنت تبيع مثلا كمبيوترات، تبيع أواني منزلية، تبيع سيارات، تبيع ملابس، تبيع مكتبات، تبيع كتب، المهم تبيع، هل يسمون عروض تجارة؟ أراضي، افرض أنا عندي 7 أراضي مثلا، لون قال هذا قلت له 7 أراضي شو تسوي فيهم؟ قلت حق عيالي، هذا حق عيالي باكر لا كبروا أبيهم يسكنون جنبي، قاعد يعني كلها فاضي تخليها فاضي لمتى؟ قلت لين يكبرون شو المشكلة يعني؟ هذه ما عليها زكاة، ليش؟ ملك خاص، ملك ايش؟ ملك خاص ما عليها زكاة، لكن إذا قلت لها راضي وحطيت عليها للبيع اتصال على الرقم كذا، هل صارت ايش؟ عروض تجارة، عروض تجارة، إذا عروض التجارة ما عُرض بقصد التجارة، أما غيرها فهي ليست عروض تجارة اللي هي أملاك الخاصة. عندي 20 فرس، عندي مزرعة، عندي بيوت، عندي سيارات، عندي كذا، إذا عارضها للبيع فهذه عروض تجارة، إذا مو عارضها للبيع فهذه أملاك خاصة لا تدخل في الزكاة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن عروض التجارة ما عرض للناس بقصد حل المحلات، هذه أصلا لو تروح ليقولك ما بيعك تروح تشتكي عليه، صح ولا لا؟ وانت فاتح محل وقاعد تبيع، شلون ما تبيعني انا؟ ليش ما تبيعني؟ غصب عليك تبيعني. لكن واحد تروح على البيت ويقول غصب عليك تبيع سيارتك. لا يبا، مو معروض لبيع سيارتك، مو كيفك. واضح ولا لا؟ فاذا عروض التجاره اي ما عرض للناس بقصد التجاره، هذه تسمى عروض التجاره.